كما راكم تشوفوا عندنا صرا عندنا حادث انفجار المسخن كما نقولوا الرئيسي على حدود الساعة 12 ونصف زوالا، وين كانت فيه خسائر مادية إلا أنه ما كانش فيه خسائر بشرية والحمد لله، يعني لحسن الحظ. قمنا بالإجراءات اللازمة، كانت فيه تدخل من مصالح صون الغاز من عند أعوان الحماية المدنية. احنا لحد الآن الأسباب تبقى مجهولة، في انتظار اكتمال التحقيق من طرف الشرطة. الحمد لله على كل حال. مصلحتك.